سهيل، لما الأهلي كسب الأنابيب الكيني كان معاهم لعيبة عابرة جنسيا، انتوا حسيتوا ان ده مش فير بالنسبة لكم؟ لأن الموضوع ده مثير للجدل في الرياضات تانية كتير، خصوصا الفردية، ان هم في شايفين ان ده مش كويس او مش فير بالنسبة للرياضات بالنسبة للسيدات. حسيتوا ان ده لا يعني مستواها اوفر بالنسبة للمستوى المعتاد يعني؟ اكيد بتنط بصدرها على الشبكة، ودي مش حاجة سهلة ان بنت او اثليت في افريقيا يعملها. ممكن بره تحصل، بس في افريقيا يعني لا، مش بنلعب المستويات دي خالص. وعايز اقولك حاجة فاني قوي، لما كنا نعمل سكاوتينج عليهم فاحنا مش عارفين، يعني كابتن حمدي كان قاعد معانا مش عارف يقول لنا ايه، فجابها بهزار قال، فمش عارفه بيقول انتوا بس اقفلوا لها كده، حاجه زي كده يعني، وهتقفلوا لها الزاويه. فحد من الثلاثات بتوعنا قال له انزل لها، انت راجل راجل، احنا مش هناخد الاوبشن ده يعني. كانت صعبه جدا يعني، احنا نوقفها، وخدت مننا يعني بوينتس كتير قوي عشان نقدر ناخد يعني نركز في التايمنج بتاع البلوك بتاعنا ليها، ونركز لها ان احنا نقفلها فين في الملعب. زينة، الاهلي خسر نهائي افريقيا السنه دي، هل الموضوع ليه علاقه شويه بالشوشره اللي كانت حاصله ان في 4 هيروحوا الزمالك، ولا انتوا ما كانتش ليكم اي علاقه باللي بيحصل بره؟ لا، هي ما كانش ليها اي علاقه. احنا دخلنا البطوله محدش بيفكر في اي حاجه، احنا بس بنفكر في بطوله هندخل وناخدها. واحنا حتى مشينا يعني، احنا طول البطوله احنا ما كناش بنلعب فرق سهله، لا يعني البطوله كانت صعبه من اول يوم لحد اخر يوم. احنا الفرقه الوحيده اللي لعبنا الثلاث فرق الكبار اللي هم من توب فور، فما كانش سهله خالص. جينا بقى الماتش الاخير، هم كانوا يعني كانوا كويسين بصراحه، واحنا كنا برضو كويسين، بس هم بقى طبعا اقوى وحاجات كده. بس هو كان توفيق يعني، هو كان الماتش رايح لهم، ربنا كتب لهم ليهم. بس لا هي ملهاش اي دعوه باي حاجه يعني. خلينا اقول لك انه فعلا كان توفيق، لان احنا في الجيم في الماتش الاخير في الفاينل بتاعنا، احنا الجيم الثالث كنا 20-15، which is 5 points في فاينل افريقيا. ده يعني بوينتس كويسه قوي ان انت تقدر تكسب ماتش. فعلا كان توفيق ان هم جابونا في حاجات تحس ان انت بوينتس مش يعني سهله قوي ان احنا كنا نجيبها، بس هو كان فعلا الموضوع مش توفيق. احنا الجيم اللي قبله كسبناه 25-11، ف كان توفيق فعلا. قلقانة ان سيطره الاهلي تنحصر شويه محليا بعد الصفقات اللي عملها الزمالك، خصوصا انكم عارفينهم احسن من اي حد لانهم كانوا زمايلكم؟ لا، ايه وجهه النظر ان حد عشان مشي من الاهلي فالاهلي مثلا هيقع، او حد مشي من الزمالك فالزمالك هيقع؟ ملهاش علاقه خالص. كل سيزون وليه الظروف يعني. ممكن لا قدر الله يحصل اصابه في الاهلي او يحصل اصابه في الزمالك، ملهاش اي علاقه. وممكن الاثنين يمشوا عادي جدا وتلاقي المنافسه جامده قوي، وده اللي متوقع يعني السنه دي.